مشاهدي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من عمان. في هذه الحلقة يسعدني أن أستضيف الدكتور عامر عدنان الحافي، أستاذ الأديان المقارنة. ولن أنفق كل هذه الحلقة في قراءة حياته أو سيرته المهنية وأبحاثه وكتبه وندواته، بل إنني سأتوقف عند المحطات المهمة لأسأله في مضمونها. فالدكتور الحافي هو مستشار المعهد الديني، المعهد الملكي للدراسات الدينية، ما زال مستشارا وهو أستاذ في جامعة آل البيت، درس البكالوريوس في الجزائر في جامعة عبد القادر الجزائري في الأديان، ثم درس الماجستير في تونس وكذلك الدكتوراه. وهذه الدكتوراه تحدثت عن العلوم، عن العلوم الإسلامية أو الحركات الدينية اليهودية المعاصرة. هذا كان موضوع الدكتوراه في الماجستير في الحلقة الثانية. أما القدس في الأديان السماوية الثلاث فكان موضوع الدكتوراه، وهذا موضوع غاية في الأهمية، غاية في الطرافة، بمعنى أنك كنت تمس المواضيع الهامة ولك دراسات في الأحزاب الإسرائيلية سواء اليمينية أو الوسطى أو اليسارية، أضاءت هذه المساحات، وأيضا أضاءت الديانة اليهودية، وكتبت عن التعليم الديني في العالم العربي، ولك عشرات الدراسات والبحوث. قد لا يعنينا كثير من هذه الدراسات في هذه الحلقة، ولكنني سأتوقف لأسألك عن تقييمك للتعليم الديني في العالم العربي وفي فلسطين على وجه التحديد. هل هذا التعليم يعني يفيد الأجيال، ينهض بها، يمكنها من قبول الآخر، من الاعتقاد العلمي بالشرائع الأخرى، أم أنه يعني له أعراض سلبية؟ عادة التعليم الديني إن لم يكن مقام على أسس توازنية فتكون أعراضه سلبية، لأن التطرف في الأديان ناتج عن التطرف في التعليم الديني أو سوء التعليم الديني. كيف ترى التعليم الديني بفلسطين؟ يعني بداية أسعد الله أيامك أستاذ سلطان وأوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين. التعليم الديني هو انعكاس للخطاب الديني في الحقيقة. نعم. الخطاب الديني في مجتمعاتنا العربية لم يرقى إلى المستوى المطلوب. نعم. البعد الإنساني ضعيف، البعد القيمي والأخلاقي ضعيف، الصبغة التاريخية والحديث عن الغزوات والحديث عن التاريخ والماضي يطغى، هو الذي يطغى على هذا التعليم. وتغيب فلسفة الأديان، وتغيب فلسفة الأديان، الأديان المقارنة، القيم الأخلاقية التركيز عليها يجب أن يكون أكبر. المشكلة بأن التعليم الديني أصبح وكأنه يعني جزء من الخطاب السياسي للدولة، وأيضا تم شعبنة هذا التعليم وربطه أيضا ب وأساتذته ليسوا مطلعين بما يكفي. نعم. الذين أدوات التعليم يعني ليست واعية بما يكفي. مخرجات. نعم. حتى الجامعات، ما إحنا أيضا التعليم المدرسي والتعليم الجامعي الفوارق ليست كبيرة جدا ما بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والمناهج النمطية والمناهج. نعم. هناك مشاكل كبيرة جدا. هنا الحقيقة عندما بدأت أختار مواضيع تمس واقعنا العربي والإسلامي، يعني أن درست في جامعة الزيتونة، درست في جامعة الأمير عبد القادر، الاتجاه نحو دراسة اليهودية، الاتجاه نحو دراسة مشكلة كبيرة مثل مشكلة الأحزاب الدينية. سأسألك عن دراستك لليهودية. نعم. قبل أن تدرسها وأنت طالب، كان فكرك عن اليهودية كما عندما انتهيت من الدراسة أو كنت في ذروة دراستها؟ ما الخبرة وما الحكمة التي خرجت بها من دراستك لليهودية؟ يعني نحن ننظر إلى الآخر من خلال دينه، تفكير العربي أكثرنا، وبالتالي الدين هذا يفرز سياسة. صحيح. أو السياسة تفرز خطاب ديني كما قلت. كيف يجب، يعني ما هي رسالتك أن تقول للقراء اليهودية تحديدا؟ نعم. النص اليهودي وكتب اليهود، وليس طبعا إسرائيل والحركة الصهيونية، موضوع آخر، كيف يمكن أن ننظر إلى هذا؟ يعني هذا الاشتباك ما بين اليهودية والصهيونية. نعم. ما زلنا لم نستطع نحن كدارسين وباحثين ومؤسسات تعليمية وكتابات، للأسف الكتابات التي تعالج موضوع اليهودية كتابات أقرب للبسطات وأقرب
العزف على وتر الحس الشعبي البسيط، بروتوكولات حكماء صهيون، وثائق حتى مزيفة، تعزيز الصراع أكثر من قراءة النص، يعني هي نوع من محاولة إيجاد ذرائع دينية من أجل أن يكون في هناك ردة فعل دينية مقابلة على المشروع الصهيوني، أكثر منها محاولة علمية أو محاولة بحثية. أكبر دليل على ذلك أنه حتى دراسة اللغة العبرية، يعني قلة قليلة جدا من الجامعات العربية، يعني إذا حسبنا مثلا جامعة عين شمس مثلا، حتى جامعة دمشق والجامعة الأردنية في وجامعة اليرموك، يعني على الهوامش قليل وعلى بالضبط، يعني ومش من فترة طويلة بالمناسبة. يعني احنا كطلاب درسنا العبرية ثم أهملت، كان نرحم الدكتور ربحي كمال ثم توفي بعد ذلك، بالضبط. لم يعد تدريس بالضبط. العبرية إذا المشكلة الأردنية يعني قليلة. ممكن أن أقول هذه الكلمة وأجري على الله، يعني أننا من أجهل الناس في دراسة اليهودية، أن اليهودية ما تزال عالم بالنسبة لنا مجهور. هو أقرب إلى عالم الغيلان وعالم الأسطرة. الجن وعالم الأسطرة، منه إلى عالم مدروس ونعرف ماذا يكتب. وبالتالي يعني موضوع ترجمة التلمود، ربما أنت اطلعت على هذا الموضوع، يعني التلمود هو الكتاب الثاني في الديانة اليهودية، لم يتم ترجمته إلا من حوالي 6 سنوات. يعني هل هذا الكلام معقول؟ ولا يعرف العرب والمسلمون عنه الكثير، حتى أولئك الذين هم في دائرة الطوق كما يقولون، في الصراع مباشرة، الأردنيين والفلسطينيين وسواهم من دوائر الطوق، لا نعرف كثيرا عن هذه الديانة اليهودية. يعني أقول لك شيء هو مضحك ومبكي بنفس الوقت، لما نزل التلمود البابلي بالترجمة العربية إلى إحدى الدول العربية ليباع في المعرض، كان في معرض كتاب كبير، وإذا ببعض المشايخ يحرم بيع وشراء وقراءة الترجمة العربية للتلمود البابلي. هذا العقل هل هذه يمكن؟ هذه المآسي في حين أن إسرائيل تفرض مراكز دراسات عديدة لقراءة لدراسة القرآن ودراسة الترجمات العبرية للقرآن والترجمات منذ أيام القراء ومعرفة العقل العربي من خلال النص الديني القرآني، كل ذلك غائب عنا. طيب القاعدة الذهبية تقول اعرف عدوك، على الأقل اعرف الآخر، نريد أن نغير هذا بمعرفة الآخر، هذا غير وارد. طيب يعني من هذا كيف ترى إمكانية أن نقرأ اليهودية وأن نوظف هذه القراءة في صراع حضاري حقيقي، لأن لنا حقوق اغتصبت الحركة الصهيونية التي ترتدي ثوب اليهودية وتدافع عنها وتقدم إسرائيل نفسها كدولة يهودية. سؤال وهذا التشريع يعني في غاية الأهمية أستاذ سلطان، هل نحن ندرس اليهودية من أجل أن نعيد إنتاج الصورة الصهيونية التي استخدمتها الصهيونية في قراءتها لليهودية؟ الصهيونية ووظفتها. الصهيونية تريد أن تقول بأن اليهودية هي المنطلق لإقامة دولة، أن اليهودية هي المنطلق لكل ما يحدث وحدث من أحداث، من تبرير، من تسويغ لهذه الحركة الصهيونية. هل نريد أن نضع اليهودية في حين أن هناك قراءات يهودية أخرى من اليهود تقول عكس ذلك؟ بالضبط. مثل منظمة ناتور كارات قبل أو غيرها. قبل أنا سأعطيك يعني موسى مندلسون، الحركة الإصلاحية اليهودية. الحركة الإصلاحية اليهودية، موسى مندلسون قام أول من ترجم التوراة إلى اللغة الألمانية، وبالتالي بدأت عملية توطين اليهودي في أوروبا، والحديث عن فلسطين والحديث عن القدس لم يكن على أنه مكان مركز روحي. وبالتالي الحركة الإصلاحية اليهودية بدأت بتطبيع علاقة اليهود في أوروبا مع أوطانهم. الذي حدث المشكلة يعني الكبرى محاولات الدمج أن اليهودي الألماني هو ألماني، اليهودي الفرنسي هو فرنسي. هذا قبل الحركة الصهيونية في 1897. وحتى مع بدايات الحركة الصهيونية كانت الحركة الصهيونية ضعيفة جدا في الأوساط اليهودية. المشكلة الكبرى حدثت بعد الحرب العالمية الثانية وما حدث من مجازر أو محرقة صهيونية، الهوليكوست. هنا حدثت المشكلة الكبرى. أكبر دعم للحركة الصهيونية تم بعد ما يسمى بالهولوكوست. اليهود شعروا بأنهم غير آمنين في أوروبا، وبأن الصهيونية هي الصيغة الأمثل لحياتهم ومستقبلهم للخلاص. لكن في الحقيقة أن اليهود كحركة إصلاحية كانت هي الأقوى نفوذا ما بين اليهود في أوروبا، كانت قد بدأت رفض
برفض فكرة أن اليهودي لابد أن يعود إلى فلسطين ولابد أن يقيموا دولة، وأن اليهودي هو ألماني، اليهودي الألماني هو ألماني، واليهودي الفرنسي هو فرنسي. وحتى من أيام نابليون بونيبارت، نابليون بونيبارت في عصره حدث اجتماع كبير لعلماء اليهود في فرنسا، وعندما طالبوا بأن يكون لليهودي الفرنسي نفس حقوق الفرنسي المسيحي، اشترط عليهم اشترط عليهم مجموعة شروط، منها أنه هل أنت فرنسي أولا أم يهودي أولا، ثم بعض التشريعات. اليهود يبيحوا تعدد الزوجات مثلا، فاليهود اجتمعوا وأقروا بعض التشريعات التي تجعلهم يندمجوا بالمجتمع الفرنسي، منها عدم تعدد الزوجات، ومنها أنه هو فرنسي أولا ويهودي ثانيا، إلى غير ذلك من الشروط. لكن الحقيقة أن اليهودية بدأت تندمج في أوروبا. ما الذي حدث؟ لكن نابليون نتيجة أطمعه كما تعلم وجه نداء اليهود المغرب أن عودوا إلى بلادكم. من هنا بدأ التوظيف، كما وجه القادة البريطانيين في وعد بلفور وغليوم الثاني في ألمانيا وغيرهم، جرى توظيف الجسد اليهودي من أجل شعارات سياسية، من أجل قوى استعمارية أو قام بها استعماريون وسياسيون في الحقيقة، وكانت تنجح أحيانا ولا تنجح أحيانا. يعني يهود المغرب لم يستجيبوا إلى نداء نابليون بأن عودوا إلى بلادكم، ولكن النداءات اللاحقة في التوظيف الذي حصل في بعد وعد بلفور والميل البريطاني لتأطير اليهود ودفعهم الذين كانوا بعد مذابح كيف في روسيا التربتية للقيصر على يد امرأة يهودية، بدأ يتدفق اليهود في الشوارع الأوروبية، أرادوا التخلص من هذا التراكم بالتوجيه طبعا في ظل نظرية هرزل للتوجه إلى فلسطين. يعني لاحظ أنه دائما الأقليات، يعني مشكلة الظهير البربري في المغرب، وكيف الاستعمار الفرنسي حاول أن يلعب على وتيرة وجود قومية بربرية تريد أن تصنع لها دولة. فكرة دولة للسيخ وبريطانيا وما فعلته في الهند ومحاولة استمالة السيخ كأقلية تشعر بالاضطهاد. وحتى أيضا دعنا نكون واضحين، إسرائيل الآن وما فعلته مع إخواننا العرب الدروز اللي إحنا دول جزء من مكوننا الوطني والفلسطيني، أو ما تحول بالأكراد بالضبط، يعني البحث عن قوميات ضائعة أو قوميات مظلومة أو فئات اجتماعية تشعر بالاضطهاد واللعب على هذا الوتر، هذا كما عملت الولايات المتحدة في تأجيج الطائفية في العراق بالضبط، كانت مستترة. طيب يعني دعنا نخرج من هذا بأنه هذه اليهودية التي جرى تجنيدها لتكون وقود للحركة الصهيونية صنعت في إسرائيل المعاصرة أحزاب يمينية ويسارية. كيف تقرأ هذه الأحزاب؟ وهل هي فعلا متطابقة كلها مع الحركة الصهيونية؟ وهل جعلت من إسرائيل دولة دينية أم أن إسرائيل ليست دولة دينية؟ بداية أريد أن ألفت انتباهك وانتباهنا جميعا إلى أن الصهيونية التي طرحت نفسها كدولة تجمع اليهود في العالم، هل نجحت في جمع 15 مليون يهودي في العالم؟ الحقيقة لم هذا تنجح. هذا هو السؤال، لم تنجح. لم تنجح. هي جمعت من غير اليهود. جمعت حوالي 5 ملايين إلى 6 ملايين يهودي في العالم، يعني قرابة 35 إلى 40%. هذا يعني بأن الحركة الصهيونية عندما رفعت شعار بأنها ستعيد يهود العالم إلى فلسطين، أن الوقت ما زال مبكر جداً للحوض، حتى رغم هذا القانون القومية الجديد الذي فرضته حكومة نتنياهو في سبيل الاستقطاب وقانون الجنسية وحق تقرير المصير لكل اليهود في العالم بفلسطين، لم تنجح. لكن الحركة الصهيونية لها امتداد في شخصيات أخرى غير صحيح غير يهودية، يعني قادة كثير هناك صهيونية غير يهود. طيب يعني ليس كل يهود صهيوني وليس كل صهيوني يهودي، وفي يهود معادين للصهيونية. وهنا يعني أستاذ سلطان لاحظ الحقيقة أن الدمج ما بين اليهودية والصهيونية سيعزز المقولات الصهيونية. هذا ربما العقل العربي لم يستوعب هذه القضية، بدل أن يفكر طباق بالضبط يعني أو يعمل على فكر. أعتقد أن الرئيس محمود عباس أبو مازن في كتابه اليهودية والصهيونية العلاقة بين النازية والصهيونية، وفي دراساته التي تحدث عنها عن اليهود الشرقيين وضرورة استمالتهم والحديث معهم باعتبارهم عرب، باعتبارهم من مكونات المجتمعات العربية، جرى يعني شحنهم اقتلاعهم في بغداد وفي القاهرة وفي المغرب ودفعهم باتجاه الهجرة قصرا
وما حدث في الهجوم على محلاتهم التجارية في بغداد وفي حادث نافون في مصر، كله دفع باتجاه تأثيث البيت الصهيوني على الأرض الفلسطينية. هذه نقطة مهمة لضرورة كيف يجب على العرب يعني أن يفصلوا ما بين اليهود يعني والسنة. إذا سمحت لي، ما حدث وأنت أشرت إلى بغداد، اليهود العراقيون رفضوا بعد يعني قيام إسرائيل أن يهاجروا إلى فلسطين المحتلة. السبب أنهم جزء من مكونات الشعب العراقي، وما زالوا يبكوا ذلك في أغانيهم وفي موسيقى، ويحنوا إلى العودة. التفجيرات التي حدثت في الأحياء الحي اليهودي في بغداد، والذي اعترفت الحركة الصهيونية، المخابرات الصهيونية الإسرائيلية بعد أكثر من 20 سنة اعترفت بأنها هي التي كانت خلف هذه التفجيرات. الآن نحن أيضا يعني لاحظ هذا التحالف العجيب بين أغبياء العرب وبين الذكاء الصهيوني أو الخبث الصهيوني. يعني من يقول لك بأن اليهود يجب أن يذبحوا، أنت تدفع للهجرة ليكون جمل. هي الحركة الصهيونية شجعت النازية، هي الحركة الصهيونية أنت تخدم الصهيونية. الخصم الذكي هو الذي يجعل خصمه يقوم بما يجب أن يقوم به هو. هم جعلونا وجعلوا شعوبنا أو جزء من شعوبنا البسيطة الساذجة في عدائها لليهودية، جعلوا هؤلاء يقوموا بمهمة تهجير ودفع. يعني اليهود الشرقيين كانوا ضحايا كما الفلسطينيين ضحايا، كانوا ضحايا لطرفين، كانوا ضحايا لخبث المؤسسة الصهيونية في تجنيدهم، وكانوا ضحايا. يعني شوف اليهود اليمنيين المساكين، تعرف ماذا قالوا لهم؟ أنا رأيت أفرحهم في الداخل، قالوا لهم أن المسيح ظهر في فلسطين. نعم. هو برضو بسيط ليذهبوا إليه، حتى وسموا الطائرات اللي بدأت تنقلهم بساط سليمان. شوف حتى التسميات، الفلاشة في من الأثيوبيا، الفلاشة نفس الشيء، الفلاشة في بعضهم مسلمين. نعم. حتى اليهود الروس اكتشف بأنه في بعضهم مسيحيين. يعني هو عندما يموت صلى عليه، بالضبط، عماله يجي بين قوسين إلى إسرائيل من أجل أسباب اقتصادية ومن أجل، لكن إسرائيل تعرف ذلك، هي في مرحلة تريد أن تحشد، أن تملأ الأراضي بالمستوطنات، ثم بعد ذلك ستتخلص منهم تدريجيا. الآن أصبح النظرة إلى اليهود الشرقي أو العربي أو من أثيوبيا من الفلاشة نظرة مغايرة وتمييزية، وبالتدريج ربما يفقدوهم إمكانية أن يكونوا. لكن الآن هم بصدد تفريغ فلسطين من العرب بقانون القومية الأخير. طيب، دعني أذهب إلى أطروحتك الأخرى وهي مهمة جدا، عن القدس في الديانات السماوية. حقيقة الصراع قوي ويأخذ طابع الذي يغمض عينيه، يعني كل الأطراف تنكر الآخر. صحيح. في القدس، يعني هذه القدس أرض الديانات السماوية الثلاث، ويحتاج العمل من أجلها إلى الجلوس والتفكير في هذا. يعني لا تستطيع أن تنكر حق اليهودي في زيارة الأماكن المقدسة. الأردن قبل حرب 67 كان يسمح لحجاج اليهود أن يذهبوا إلى حائط البراق اللي سموه الإسرائيليين حائط المبكى في حراسة، ويعيدهم عبر جسر بنات يعقوب ويمكنهم من أن يذهبوا. وبالتالي الموضوع موضوع ديني، يمكن أن تمارس حريتك الدينية، والفلسطينيين يقولون بذلك. لكن الحركة الصهيونية، إسرائيل الآن عندما استولت على الحرم الإبراهيمي، أو هي بصدد أيضا الاستيلاء على الحرم القدسي بجعله تقسيم مكاني وزماني، تنفي حق الآخر يعني بالمصادرة. يعني لما تقول القدس عاصمة إسرائيل أبدية، ويبدأ المستوطنون وغيرهم والمتدينون يدنسون هذه المقدسات، المسلمين لا يفعلونها، لا يدخلون إلى الكنيس اليهودي أو إلى الكنيسة المسيحية ويعيثون فيها فسادا. كيف تقرأ يعني ما معنى القدس للأديان الثلاثة؟ جميل. يعني هنا نقطة أريد توضيحها. يعني فلسطين عندما كانت في عصر دعنا نقول الكنعانيين واليابوسيين، وحتى عندما جاء إبراهيم، يعني حسب روايات التوراة أن إبراهيم عليه السلام عندما جاء إلى فلسطين إلى القدس، أن ملكي صادق، هذا الملك اليابوسي اللي هو من أهل فلسطين، لم يأتي من الخارج. إبراهيم عليه السلام جاء من أور وإلى فلسطين مهاجرا إلى فلسطين. ومن كان في ذلك الوقت الكاهن وهذا الزعيم الديني الفلسطيني أو اليابوسي الذي كان في ذلك المكان؟
كان هو ملكي صادق. إذن القضية يجب أن ندرك بأن فلسطين كان فيها شعب قبل إبراهيم عليه السلام. يعني قضية إيماننا نحن بإبراهيم كمسلمين وإيماننا بموسى كمسلمين وإيماننا بداود كمسلمين لا يعني بأن فلسطين لم تنشأ إلا من البداية الدينية الإبراهيمية، أو أن الأردن أو مصر على سبيل المثال لم تنشأ إلا من وقت عمرو بن العاص. جاء إبراهيم كانت مصر موجودة من 4000 سنة فراعنة. 4000 سنة يعني تقريبا قبل الميلاد، وفلسطين من الكنعانيين القدامى. إذا ما الذي حدث؟ المصريين اعتنقوا المسيحية ثم المصريين بدأوا يعتنقوا الإسلام. الشعب المصري هو الشعب المصري، الشعب الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني، كل الشعوب الأديان موجات بالضبط. ثقافية بالضبط، لكن الشعب الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني، جزء منه اعتنق اليهودية ثم بعد ذلك جزء كبير اعتنق المسيحية ثم مع الفتوحات الإسلامية الشعب الفلسطيني نفسه. هاي النقطة التي يجهلها أو التي لم يفهمها كثير منا، بغض النظر عن جذوره الشعب الفلسطيني القومية، هو شعب موجود على هذه الأرض اعتنق الإسلام. لم يبدأ المسلم مع دخول الفتوحات الإسلامية، يعني الصهيونية لم يصنع المسلم من عدم بالضبط، ولا المسيحي ولا اليهودي. وهنا الحركة الصهيونية والخطاب الصهيوني يستغل هذه القضية. أنتوا يعني عمركم من القرن السابع للميلاد، من القرن نهاية القرن السابع للميلاد. وكان البشر جاءوا مع الدين. إحنا قبلكم من القرن السابع عشر قبل الميلاد إبراهيم، ومن القرن الثالث عشر قبل الميلاد موسى ودخول يوشع بن نون، وبالتالي أنتوا جداد بالنسبة لنا، احنا اقدم منكم في فلسطين. هذا الخطاب الصهيوني للاسف ينطلي على جزء كبير، وكانوا شعب محل شعب احلال، وكان المسلمين بداوا من الصفر، كان المسلمين يعني عمرو بن العاص لما راح ما خدش معه 20 مليون بالضبط. ولا 30 ولا مليون. الشعب الفلسطيني راح عمرو بن العاص على مصر، وجد الاقباط الذين اسلموا، بعض بدا جزء منهم اسلم، ومع التاريخ جزء او القبائل العربيه هاجرت. وانا اقول لك شيء بالمناسبه، في سوريا أعطيك مثال، إحدى الدراسات حتى القرن التاسع عشر، منتصف القرن التاسع عشر، كان المجتمع السوري أكثر من 50% من السوريين يعتنقوا المسيحية. يعني أن موضوع أسلمت الشعب السوري، أسلمت بلاد الشام، أسلمت مصر، لم تكن أسلمة قهرية، وإنما كان عبارة عن يعني تداخل ديني متدرج ويقوم على تحولات هادئة على خيارات هادئة وسلمية. يعني إذن الذي حدث بأنه الشعب الفلسطيني جزء كبير منه اعتنق الإسلام، كما اعتنق جزء منه أغلبه قبل ذلك المسيحية. فالقول بأنه المسلمين والفلسطينيين بدأوا مع المسلمين ومع الفتوحات الإسلامية، هذا احتيال وتزييف للتاريخ. وللأسف حبنا من أجل هذا عمدت الحركة السورية أن تقول كانت فلسطين خالية من الناس، من أجل أن تقول بهذه النظرية، وكأنها يعني تريد إنتاج الأكذوبة التاريخية. أن كأن إبراهيم أيضا عليه السلام عندما جاء إلى فلسطين كأنه لم يكن هناك حضارات في فلسطين. كان بالتأكيد. إذن لما نتكلم عن القدس للأديان الثلاثة، كيف يمكن أن يعني أن نقاعد هذا الكلام، أن نجعله حوارا يعني باتجاهين أو بثلاثة اتجاهات، أو أن نخرج منه بخلاصة يعني حوارات الأديان التي تحدث والمؤتمرات التي نشارك فيها وتحدث؟ يعني هل ينفي السياسيين إمكانية الحوار، أم أن المسألة يجب أن يسلم فيها في إطار الأديان؟ دعني أقول لك شيء، سليمان عليه السلام، داود عليه السلام، هل هم شخصيات حقيقية وكانت في فلسطين؟ القضية يعني يقال أنهم لم يكونوا. أيوة. لا سليمان الحج على سبيل له كتاب، وفي نعم. كتاب فلسطين المتخيلة، ودكتور الصليبي يتكلم عن كمال الصليبي والجزيرة. ودعنا نبدأ من كلام ما قاله كمال الصليبي، التوراة جاءت من جزيرة العرب. يعني المقولة أن هناك أجزاء من جغرافيا التوراة موجود شمال اليمن أو جنوب المملكة السعودية، وبالتالي أن الحدث التوراتي كله لم يكن في فلسطين، هذه قد تناقض الأطروحة الصهيونية. صحيح. والأصباط، ولكن في مشكلة. نعم. أستاذ سلطان، المشكلة بأنها أيضا ستناقض القرآن، لأن القرآن أيضا يؤكد أن سليمان قد بنى مسجدا. القرآن يقول كذلك الحال، بس ما ذكر فلسطين. أقول لك شيء، طب سليمان يقال حسب الدكتور الصليبي أنه شمال اليمن وفي بلدة اسمها قدس. أقول لك شيء، وقدسنا يعني هذه لم يكن أنا قدس. أقول لك يعني هذه الفكرة البسيطة. الآن سليمان عليه السلام، الآن إبراهيم عليه السلام أيضا بالمقابل في مكة.
هل العرب الذين كانوا على الوثنية يحق لهم اليوم أن يأتوا يقولوا نحن أولى بمقام إبراهيم أو بالكعبة؟ الفكرة بأن هذا المكان هو للفلسطينيين سواء بغض النظر عن أديان يعني الآن عندما وليس لقوى مهاجرة من الخارج أريهين أو أنجلوساكسون أو يعني وجود مكان ديني لا يعني السلطة السياسية والقهرية والاستعمارية. يعني عندما نقول الآن المغطس في الأردن هو مكان مقدس، المسيح عليه السلام قد تعمد فيه وهو جزء من التراب الوطني الأردني. نعم. هل يحق لأي دولة مسيحية في العالم أن تقول أن تأتي لتحتل هذه المنطقة باسم الدين، العقيدة الدينية؟ مستحيل. لا، هو أرامي. هناك أماكن أيضا مثلا في قبرص، في إسبانيا، في الأندلس، أماكن لها علاقة في التاريخ الإسلامي فترات طويلة للمسلمين. هل يحق لنا، لأن هذا المكان له دلالة تاريخية أو دينية، أن نذهب فنحتل هذه الأماكن باسم هذا البعد الديني؟ هنا الإشكالية، هنا عملية التوظيف. إسرائيل تعمل هكذا بالضبط، هي القضية حتى في قانون القومية. في قانون القومية الديني عملت هكذا، أن هذه أرضهم، أرض الميعاد التي بشر بها، وأن عليها أن تطرد أهل هذه الأرض القدامى بغض النظر مسلمين أو مسيحيين، وأن تبقي نفسها. يعني هذه إشكالية كبيرة. على الأقل نحن إن لم نستطع أن نقنع الآخر بروايتنا، فلماذا لا يكون لدينا المنهج لنقنع أنفسنا بالرواية الموضوعية؟ صحيح، بعيدا عن المهاترات. صحيح. يعني الرواية الموضوعية كما تفضلت وقلت، يعني وذلك في اضطراب. يعني نحن لم نكتب تاريخنا، خاصة التاريخ القديم، ولم نفهم تاريخ القضية الفلسطينية. التاريخ القديم للفلسطين لم نكتبه، إما كتبه المستشرقون أو كتبه الذين كتبوا للتوراة، وأكثر المستشرقين كانوا متدينين متأثرين وكانوا عن جغرافية التوراة في البلاد العربية، وفق النص التوراة حتى في الأردن، من علوم الآثار أو العلوم حتى في الأردن عندما جاءوا وكتبوا عن مؤاب، عادات وتقاليد مؤاب وأرض مؤاب، كلهم رسل من أجل إسقاطات وتسميات على أماكن جغرافية كنعانية أو أرامية، لأن يقولوا أنها عبرية. أقول لك معلومة بسيطة ولكن جدا خطيرة. نعم. أن جزء كبير من اليهود الأوروبيين أصلا هم ليسوا يهود. نعم. هم أصلهم من إمبراطورية الخزر. نعم، وكتب في كتاب هذا الواحد الإنجليزي. بالضبط. القبيلة 19. أيوة. نعم. إذن قضية أنه اليهود الذين في العالم وخاصة الإشكنازيم، اليهود الغربيين، أن أغلبهم، هناك من يقول قرابة 92% لا يعودوا للسلالة الإبراهيمية، ليسوا أبناء إبراهيم إسحاق وهذه الأسباط. هؤلاء حكام إسرائيل المعاصرين. بالضبط، أن أغلب هؤلاء في الحقيقة هم من سلالة لهذه الإمبراطورية خزاريا، على خزاريا اللي اعتنق زعيم قبيلتها اليهودية خزوين، الذي بالضبط كانوا وثنيين، ثم بعد ذلك حاولوا بأوروبا أن يختاروا بين الإسلام والمسيحية واليهودية. الإمبراطور اختار اليهودية، ثم انتشرت في أوروبا وكان عدد. إذا اليهودية ليست قومية ولا يمكن أن تكون كذلك، هي نوع من التزييف. يعني هم الآن يفرضوها قومية وكأنها قومية لها دين، يعني العرب مسلمين، قومية عربية معروف، لكن أن تقول أن اليهودية وهي دين، فيها اليمني وفيها المغربي وفيها السامي فيها الروسي وفيها البولندي وفيها الآري وفيها قبائل الخزر، تقول نفس القومية وقبائل الخزر، ليس معقول شجاباً على العالم أن يكون يهودية. يعني ابن أثيوبيا، شو اللي بيجمعه؟ السمات القومية بالإيرلندي. الآن بيعملوا فحص دي ان ايه بيبين أصولك العرقية، هل أنت من أفريقيا، هل أنت من خزاريا، هل أنت من أي منطقة. أنت تقول إنه ابن أثيوبيا وابن روسيا وابن بولندا وابن المغرب واليهودي العراقي واليهودي اليمني، هو اليهودي اليمني نفس شكل المسلم اليمني بالمناسبة، هو العربي الذي كان يهوديا، والعربي الذي أصبح مسيحيا، والعربي الذي دخل الفتوح الإسلامي. يعني زي ما الناس موال لغيرهم كانوا يهود أو مسيحيين. يعني لما تيجي على قبائل زي المسيحيين العرب مثلا قبائل تغلب وبكر في أوائل وقبائل أخرى وتنوخ، قبائل كانت في شو اسمه يعني ميسون الكلبية، ما هي مسيحية زوجة معاوية، هم عرب بدو. هذا بالضبط يعني أستاذ سلطان ما تقوله. إذن هم كان يربطهم، هم عرب مسيحيين، عرب يهود. وأعتقد الرئيس محمود عباس عمل في ذلك تماما،
وما زال يعمل وما زال يستقبل يهود شرقيين وعراقيين ويمنيين، يأتوه إلى مكتبه ويتحدث معهم ويبث له هذه الهموم وأن العرب ظلمونا، وبعضهم طبعا وليس كلهم، وذلك هم لا يشاركوا في الدولة الإسرائيلية في مواقع قيادية. الدولة الإسرائيلية دولة نخبوية، الأكثر القادة فيها قادة من الإشكنازيم وليس السفارديم أهل الكتاب. وبالتالي أنا بعتقد أن هذا الصراع بحاجة من الجانب العربي إلى بعد ثقافي تنويري، لأنك يجب أن تمتلك في صراعك أدوات، يعني مش إهجم إهجم يعني خلص. أستاذ سلطان، شوف اليهود السمرة، قبل شوي أنت قلت هل هم يهود السمرة؟ اليهود السمرة هم يقولوا أننا هم يقولوا نحن فلسطينيين وينكروا أنهم يهود. يهود هم يعني هم سمرة. طبعا هم غير اليهود بالمعنى اليهودية الحخامية الربانية، لا هم بيقولون نحن الذين جاءنا موسى في قضية هم يؤمنوا بأنهم اليهود الأصليين، يعني أنهم على شريعة موسى، شريعة الأصلية. موسى وليسوا اليهود. الآن تسمية يهود أيضا هي تسمية تاريخية واسعة. أيوة أريدك يعني هي تسمية ظهرت بعد انقسام المملكتين. نعم بعد بالضبط، يعني بعد وفاة سليمان عليه السلام، يعني يربعام ورحبعام أولاده صار في صراع، فانقسمت مملكة سليمان إلى قسمين. الآن هنا هناك لكن هذا التاريخ أنا أريد أن أسألك نعم. فعلا يعني نحن نواجه أننا هل نسلم أسرى نعم. أسرى سيناريوهات محددة صحيح. توضع لنا وأسرى رواية محددة أن اليهودية في فلسطين وأن المملكتين الشكيم نابلس والقدس يهودا في فلسطين، وأن سليمان في فلسطين، وأن موسى دخل إلى فلسطين، وأن وكل هذه الروايات بدأ تبديدها الآن. لكن الرواية الأقلية من الباحثين العرب والأجانب القليلين مهزومة، لأنه تلقائيا عندما صحيح. نكتب كتبنا نعمد إلى اغتراف هذه المعلومات الجائزة ونضعها في كتبنا نعم. مسلمين بهذه الرواية، ونحن ندرك أن مؤسسين مثل هذه الروايات هم خدمة التوراة الذين جابوا بلادنا وكتبوا عديد من الكتب ودرسوا عديد من الأثار وأسقطوا المسميات، لدرجة أن كل التسميات الكنعانية نعم. لقرى ومدن في فلسطين جعلوها تسميات عبرية وهي ليست كذلك. التهويد الممهد. يعني هل لدينا أدوات أو قدرة على أن نعيد كتابة التاريخ؟ يعني في محاولات لا أعرف مدى جديتها نعم. يعني محاولة الدكتور فلسطين المتخيل الأستاذ في جامعة هولندا، دكتور ربيعي نعم. محاولة كمال الصليبي، أيضا محاولات الحاج زكي الغول في سليمان لم يدخل إلى فلسطين، وموسى قصدك موسى لم يدخل موسى نعم. وحتى كتب عن سليمان وكتب عن إبراهيم، يعني كتب واعتمد قراءة التوراة جميل. يعني وعمل دراسات يعني مقارنة، يعني أوضح نقطة أنت كمؤرخ يعني وكرجل أديان مقارنة إلى مدى يجب أن نسلم جميل. بالروايات يعني الجاهزة الرواية الدينية هي رواية قد لا تكون تاريخية بالمعنى الحرفي نعم. لأنه كما تعلم الرواية الدينية لها أغراض ترتبط بجوانب روحية صحيح. بجوانب تربوية، يعني حتى في القصص القرآني لا. هل كل قصة يجب أن نحملها كتدوين تاريخي؟ لا، هي للعبرة للعبرة بالضبط، هو الأساس هو العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لا. وبالتالي هذا النقاش الآن موجود حتى في سياق القصة القرآنية، إنه محمد أحمد خلف الله عندما كتب كتاب القصص الرمزي في القرآن، وطبعاً إحنا في السياق الإسلامي إمكانية الحوار الديني صعبة شوي، صعبة لأنه عندنا ما زال الفكر بالضبط، الفكر الديني الحرفي يغلب على الفكر التنويري. في الديانة اليهودية الصهيونية استطاعت أن تقدم قراءة بالضبط، أن تقدم قراءة للدين اليهودي، واستطاعت أن تستقطب كثير من اليهود وألغت نصوص توراة، يعني في التوراة أن إبراهيم ذهب إلى الجنوب ولم يذهب إلى الشمال، غيرت كلمة الشمال الجنوب بالشمال نعم. ويعني هناك يعني جرى إعادة إنتاج الكتب اليهودية لتوظيف الحركة الصهيونية نعم. من أجل التأكيد على يهودية فلسطين ويعني وبالتالي هذا العمل يحتاج إلى جهد كبير جدا ومقارعة والله أستاذ أنت نبهتني يعني أثناء كلامك الحقيقة أنه في حركة في غاية الخطورة وهي يعني حركة غوش أمونيم اللي هي يعني جماعة المؤمنين، يعني شوف حتى تسميتها غوش أمونيم اللي هي من أنشط الحركات الاستعمارية الاستيطانية اللي بالضبط واللي حتى رفضوا كام ديفيد ورفضوا الخروج من سيناء، وحركة شرسة الحقيقة. الخطورة في الموضوع بأنه
الاتجاه الديني القومي كيف تؤسس لبعد قومي في اليهودية. هدول الجماعة في الحقيقة أسسوا لهذا البعد، كيف أنه العلاقة ما بين الدين والدولة اليهودية الدولة الصهيونية، هذا اشتغلوا على هذا الموضوع شغل كبير جدا من خلال مفهوم المسيح المنتظر. اعتبروا الصهيونية هي المسيح المنتظر، وبالتالي ليس شخصا يأتي في نهاية الزمان ليحقق النبوءات التوراتية، وإنما هي حركة، وأن حركة ترتبط بنهاية العالم ونهاية الزمان. وبالتالي فكرة أن هناك دولة يأتي بها المسيح في نهاية الزمان، وأيضا هذه الفكرة أقول لك بكل وضوح يعني أيضا تأثر بها عدد كبير من الفكر الديني الإسلامي والمسيحي. ما روايات الإسرائيليات في التفاسير يعني كذلك الحال، يمكن يزعل بعض إخواننا المسلمين أو بعض أيضا إخواننا المسيحيين إنه الروايات المتعلقة بنهاية العالم والحروب الدموية الكبرى، هذه كتابات توراتية، هذه الكتابات اللي فعلا موجودة في 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 المدراش وفي بعض الشروحات وبعض آراء الحاخامات، إنه سيكون هناك ملاحم وسيكون هناك قتال مجرين، وأن ملك إسرائيل سيأتي وسيكون هناك ملك آخر يعني مزيف وهو زي المسيح الدجال. هذا التراث كله، وهون تأتي الخطورة، أنه التراث الشفوي العبري جزء منه قد اخترق التراث الشفوي العربي أو التراث الشفوي الإسلامي والمسيحي في فترات إسلامية متأخرة. فجزء من دراستنا لليهودية يجب أن يكون مراجعة للتراث الإسلامي نفسه والمرويات، خاصة في الكتب التفسير. القصص إسرائيليات هائلة، إسرائيليات كثيرة جدا. فإذا مهمة إعادة قراءة التاريخ ليست فقط من أجل إسرائيل والصهيونية، لا لا، من أجل إعادة تنقية ما علق في المسيرة التاريخية للإسلام، الذات الحضارية. يعني عندك نص إسلامي مجرد في القرآن وبعض حديث السنة، ولكن أنت لست معني بتاريخ الإسلام فيما دس في كتب التفاسير من روايات كثيرة تتناقض مع جوهر الإسلام وتتناقض مع الفكر الإسلامي. طب دعنا ننتقل إلى محور آخر. أيضا أنت كتبت و يعني في دراسات محكمة في موضوع العرب في التعليم الإسرائيلي، صورة العرب أو العرب، كيف يعني كيف أنظروا إلى العربي، كيف ننظر إحنا إلى اليهودي بنفس الطريقة مثلا هم ينظروا إلى العربي، وهل الشخصية العربية في المناهج أو في الكتب أو في التعليم الإسرائيلي شخصية عادية أم مؤسطرة أم مزيفة أم موظفة من أجل خدمة أفكار معينة؟ يعني إحنا عندنا اليهودي جبان جدا، يعني خلاص جبان بالمعنى المطلق الشعبي، وبالتالي من هنا هجموا عليهم بدون أسلحة وما بهم، هم بهربوا. وطبعا مش صحيح هذا الكلام. هو هاي الدراسة جاءت بعد أحداث 11 سبتمبر، وبعض الأصوات في الولايات المتحدة وفي بعض الدول المؤيدة أيضا ل يعني المعادية للإسلام، دعنا نقول، أو عند معضلة الإسلاموفوبيا وتريد أن تظهر الإسلام على أنه إرهاب وتطرف، بدأوا الحديث عن مناهج التعليم الإسلامية العربية على أنها مليئة بالتطرف، وهي سبب 11 سبتمبر، وهي سبب كل دمار العالم، سببه أنه المسلمين في النصهم الديني متطرف. إحنا الآن ما منقول أنه مناهجنا مناهج رائعة، إحنا منقول في وإحنا بننتقدها. إحنا مشكلتنا في من يعربوا الآية القرآنية ومن يفسروها ويوظفوها أيضا باتجاه التطرف. لكن الفكرة أنك أنت تغض الطرف عن المناهج الإسرائيلية التي تعلم تاريخ العرب وتاريخ المسلمين في فلسطين وحول القدس وحول اللغة العربية وحول حتى حول احتلال فلسطين وتزييف الاضطهاد، وأن المسلمين أو أن الفلسطينيين كانوا يقوموا بمجازر ضد الإسرائيليين، وأن الحركة الصهيونية هي التي جاءت من أجل أن تنقذ اليهود يعني وتوقف هذه المجازر التي كان العرب يقوموا بها. هذه الصور المشوهة التي تجعل الطالب اليهودي أو الولد أو الطفل هذا اللي في المدرسة لديه هذه الصورة من الكراهية من الحقد، هي مشكلة. يعني أنتم فقط تقولوا عن وجود تعليم إسلامي في مشكلة، قد نقول نعم في عندنا بعض المشاكل يا أخي، ولكن انظروا لماذا إلى المشكلة تحصل تعليمكم لماذا لا تنظروا إلى التعليم في الجهة الأخرى، التعليم الديني وغير الديني، حتى كتب التاريخ وكتب الجغرافيا أيضا. يعني صورة العربي في كتب التاريخ الإسرائيلية الآن هي صورة
يعني للأسف هي تعطي صورة بأنه العربي هو خصم والعربي هو عدو ولا يؤمن جانبه وأنه يعني ليس مواطن زي وليس توصيف مساوي. العربي في كتابات المستشرقين شوبنهاور وغيره من المستشرقين في القرن الماضي، صحيح، يطعن من الخلف منافق كاذب إلى آخر المسلسل. ذكرتني بليفينجر، ليفينجر حخام ليفينجر هو من الشخصيات الأساسية في جماعة غوش أمونيم، كان يقول العربي الجيد هو العربي الميت. نعم، وطبعا قادتهم وصفوا العرب بالصراصير وصفوهم بالكاذبين. نعم. وحتى مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة في الأمم المتحدة هذه أصولها من الهند من السيخ، لكن هذا لا يبرر الحقيقة. لا يبرر الوصف. نحن أيضا اليهود مجرد بنفس الوصف. مجرد أن تكون صهيونيا يجب أن تنفي الآخر وأن تصبح عنصري، لأنه النظرية كلها يعني الحركة الصهيونية أقر العالم بعنصريتها وألغي هذا القانون بضغوط في عام 75، كانت الصهيونية عنصرية. والآن بدأ العالم يدرك. لكن أستاذ سلطان، والله بدي أقول لك شيء، يعني شوف لاحظ القرآن الكريم لما بقول لك ومن قوم موسى أمة قائمة بالحق، يعني لا يجوز أن وضع الناس الجنون الصهيوني والسعار الصهيوني والاحتلال والظلم والاضطهاد أن يجعلنا غير قادرين على التمييز. علينا مسؤولية هنا مسؤولية العلمية. علينا مسؤولية إنقاذ اليهود من الحركة الصهيونية. أنا أعتقد كما أن علينا إنقاذ وأنقذنا والحمد لله وكان جهود كبيرة إنقاذ المسلم في الموصل والمسلم في سوريا من الدولة الإسلامية أو داعش، حركات داعش والحركات المتطرفة، فمسؤولية إنقاذ المسلم من أن يكون عضو في هذه الحركات هي مسؤولية أخلاقية، وبالتالي لا يجوز أن ندفع باتجاه صهينة اليهود. الدفع باتجاه صهينة اليهود يعتبر يعني النظام العربي لم يستوعب ساهم في بجهل نعم وشعبوية وساهم في عسكرة إسرائيل نعم الشعارات وخدم الحركة الصهيونية عندما اعتبر كل يهودي صهيوني، جعل اليهودي ليس له خيار إلا أن يكون صهيونيا. يعني مثل الشعارات التي أطلقها النظام الإيراني بتدمير إسرائيل وحرقها، كانت إسرائيل تصرف مثل أو هذه الشعارات، اسمه هذا صوت العرب وتجوع يا سمك. لا يعني أيضا في مشكلة، إسرائيل توظف التطرف العربي نفس المشكلة وتستخدمه في استدرار عطف العالم 100% وكسب ود العالم. بالتالي يجب إعادة النظر في الخطاب لجهة الواقعية، يعني أنت تقاتل وإذا كنت تقاوم من حقك أن تقاوم، لكن مش بالشعارات. المحتل لا يجوز أن يفقد قيمه الأخلاقية. نعم. الشعوب المضطهدة إذا ساوت المحتلين في هذا قيمة ما يحدث الأخلاقية الآن بفلسطين. ما يحدث هذا ما يحدث الآن. إسرائيل تريد أن تتنصل من أنها دولة محتلة وتريد أن تبحث عن من يتحمل عنها مسؤولية الاحتلال، وبالتالي هي الآن كما قال رئيس محمود عباس نحن سلطة بلا سلطة واحتلال بلا كلفة، يعني نصرف على الاحتلال بننفق عليه وهو مستمر. يعني هذه الحلقة الجهنمية لابد أن تكسر أولا. النقطة الأخرى أن إسرائيل يجب أن تفضح في أنها محتلة، في أنها تمارس نظام الأبارتايد، وفي أنها تريد أن تعمل كنتونات، هذه الكنتونات تضع فيها رؤساء بلديات من أجل أن تنسق معهم حتى تنفي عن نفسها صفة الاحتلال. صحيح. هنا أستاذ سلطان في هذا المكان هون. نعم. يعني في هذا المكان نفسه. يعني هذا إيش نعم هذا. المعهد يعني الملكي للدراسات. يعني المكتبة. الدنيا ماذا تعمل؟ المعهد الملكي يعني. نسينا نسألك في البداية. يعني. لماذا هذا يعني؟ هو مكان لتعزيز حوار الأدراسات والأبحاث والمؤتمرات والندوات والتدريب والورشات التدريبية. من أجل يعني الحوار مثل ما قلنا حوار الأديان لكل الأديان ولا لدين واحد، بالذات نحن نركز على الإسلام والمسيحية لأنه معهد الملكي للدراسات الدينية. بالضبط. هذا فقط هنا أم له فروع في العالم العربي؟ لا هنا فقط. هل بتطمحوا أنه يكون له مثلا فروع؟ والله في هذا طموح يعني مشروع أعتقد طموح جدا. طيب يعني إن شاء الله. لا في نقطة، كان مجموعة من الطلاب الأمريكان جاءوا لزيارتنا وبعض بتعرف الأمريكان السياسة الإعلامية وفاكس نيوز وبتعرف كيف غسل الدماغ، وهؤلاء أيضا ضحايا للمكينة الإعلامية المجنونة والإمبراطوريات الإعلام اللي تسيطر عليها الصهيونية في كثير من أوروبا ومن الولايات المتحدة. فكيف نخاطب العقل الغربي وكيف نقدم القضية الفلسطينية؟ أنا قلت لهم نقطتين،
قلت لهم تخيلوا أنه أنا جدي ووالدي عام 39 ولد في فلسطين في اللد، لا أستطيع لا أنا ولا والدي، الحمد لله هو على قيد الحياة، أن نعود. بينما شخص ليس له علاقة يأتي من روسيا أو من إثيوبيا أو أي مكان في العالم وليس له علاقة لا أرض أجداد ولا غيره، لأنه أثيوبي زي كل الأثيوبيين وذلك روسي زي كل الروس بالشكل والملامح وفي كل شيء، له الحق من أول يوم حسب قانون العودة والجنسية أن يأخذ الجنسية، أنا ليس لي الحق حتى أزور ذلك المكان. قلت لهم هل الحل أن يغير الفلسطيني دينه ليصبح يهودي حتى يعود؟ ما بيقبلوا هذا نادي مغلق. هل قضية العودة إلى الأرض مرهونة بدينك؟ فأنت لابد أن تعطيه نوع من التوضيح يرتبط بحقوق الإنسان. نحن لم ننجح بتقديم خطاب عربي، ما زال خطاب عاطفي مندفع. النقطة الثانية أستاذ سلطان، تعرف ماذا قلت لهم؟ قلت لهم الشعب اليهودي كما تقول أو اليهود في أوروبا وألمانيا اضطهدوا، هل يمكن لأناس مضطهدين أن يقيموا دولة عادلة؟ عقدة الاضطهاد ستبقى ترافقهم سنوات طويلة جدا، إعطاء هؤلاء الناس دولة ليحكموا بها وهم بحاجة إلى مشافي نفسية كما تقول أن هنا 5 مليون 6 مليون، إذن هذه هؤلاء ضحايا التطرف الأوروبي والنازي، هؤلاء الناس بحاجة إلى مشافي نفسية وليس أن تعطيهم ليكون دولة نووية. لأنه في المواجهة بيشوفوا إيران دولة دينية، في المواجهة بيشوفوا حماس تريد أن تعمل مشروع دين. القضية، ولذلك الحركة الصهيونية وحكومة اليمين الإسرائيلي مسرورة جدا أن يكون مقابلها تكوينات دينية من أجل أن يبرر ذلك. إذن هذه هي النقطة، إذن وجود مكون الخلط بين الدين والسياسة هو خلط يخدم الفكرة الصهيونية بالمطلق. أن الفكرة الصهيونية تدمج ما بين الهوية القومية والهوية الدينية، تدمج ما بين المشروع السياسي. لكن في واقع الحال عندما تبدأ الجدية تصبح إسرائيل دولة علمانية مدنية، وقادتها كلهم من القائمة هم هي دولة علمانية، إسحاق رابين لا نتنياهو، ليسوا رجال دين لكن التوظيف دين. 20% احنا عندنا العكس، المتدينون في إسرائيل قرابة 20%، نعم، وهم يعطوا الدولة صبغة لكن لا يقودوها، يعطوها صبغة يؤثروا عليهم يمكن في الأعياد وفي كذا، لكن في نهاية الأمر لا أعرف إذا هذا كلام صحيح أو لا، أنت أكثر معرفة. ما إذا كان النهج الإسرائيلي، القرار الإسرائيلي، هل هو قرار ديني يعني أم مستند أم مفتى به أم هو قرار علماني يعني تغذيه الحركة الصهيونية؟ هو قرار علماني سياسي، نعم، وليس قرار ديني، هو قرار يستعمل الدين ولا ينطلق من الدين. الدين من أجل جذب اليهود يعني في العالم. يعني أقول لك فكرة دينية بسيطة في الديانة اليهودية. الديانة اليهودية تقوم على 3 أسس: الشعب بين قوسين المختار، الأرض المقدسة، الكتاب المقدس أو التوراة اللي هي جاءت لموسى، والتناخ عموما. هذه الأركان الثلاثة: إنسان أو شعب، شعب مقدس، أرض مقدسة، وكتاب مقدس. عدد كبير من الفقهاء اليهود كانوا يقولوا عن تقديم مصلحة بكوح نيفش كما يقال باللغة العبرية، يعني حفظ النفس، يعني أن حفظ النفس مقدم على حفظ الأرض، وأنه الأساس أنه أنت يمكن أن تذهب نحو السلام من أجل إنقاذ الأرواح اليهودية. يعني زي كيف إحنا بنحكي أيضا في الفقه الإسلامي والمصالح الخمسة: حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ الكذا. إذا الموضوع أخذناه بالديانة اليهودية، هناك كثير من النصوص اليهودية والفقه اليهودي يتناقض مع الصهيونية. المشكلة أننا نحن ويتقارب مع الإسلام، ويتقارب مع القيم المشتركة، القيم العليا. يعني أعطيك أيضا مثال آخر: موسى بن ميمون، أكبر فقيه وأكبر يعني رباي في التاريخ اليهودي، هم بيقولوا ميموشي لموشي إين موشي، من موسى لموسى كأنه يعني لم يكن هناك موسى، من موسى النبي إلى موسى. هذا الرجل لما كتب، هو على فكرة كان طبيب الأيوبيين، يعني طبيب، وجاء من الأندلس إلى شمال إفريقيا إلى مصر، وكان طبيب عند صلاح الدين، مما يدل على أن المسلمين كانوا فعلا. أنا سمعها مرة من حاخام يعني أرثوذكسي في إسرائيلي يقول نحن لم نعش في تاريخنا
فترة أفضل من تلك الذي عشناها تحت ما ذبحهم لا في كيف ولا في المذبح. أجوا على المغرب من الأندلس، هربوا عند المغرب وهربوا على طيب. شمال في نهاية هذا اللقاء مشاهدي الكرام، أود باسمكم وعبر شاشة تلفزيون فلسطين أن أشكر ضيفي الدكتور عامر عدنان الحافي، أستاذ الأديان المقارنة، مستشار المعهد الملكي للأديان، معهد الدراسات الدينية، على هذا اللقاء وعلى إجابته على أسئلتنا. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. أهلا. شكرا.